التاسعة مع تسابيح مبارك. أهلا بكم إلى التاسعة من سكاي نيوز عربية وأبرز ملفاتنا لهذه الليلة. إسرائيل وقصف نازحي غزة والمفاوضات في مهب الريح. واشنطن والرياض استئناف صفقات السلاح الهجومي. الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، صراع الهوية الجنسية. ما يحدث في غزة تجاوزات من الحكومة الإسرائيلية بكل المقاييس، فالنازحون الهاربون من الموت يحصدهم القصف والغارات في أماكن نزوحهم الآمنة. التصعيد الأخير يضع مفاوضات وأمال الهدنة في مهب الريح. واشنطن تكافئ السعودية بتزويدها بأسلحة هجومية، وفي ذات الوقت تخرج تسريبات بصحف أمريكية عن شبهات حول دور شخصية سعودية بأحداث 11 من سبتمبر. فهل يشكل ذلك أيضا دورا مزدوجا لواشنطن في التعاطي مع الملف السعودي؟ الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تحقق انتصارين، تحصد الذهبية وتسكت منتقديها. فإيمان رفعت مسألة التهجم عليها حول جنسها إلى مصاف المس بكرامة الإنسان، ووصفت ما تعرضت له بموجة المراقبة البغيضة، غير أن الواقعة فتحت النقاش عريضا حول ازدواجية معايير التعاطي الغربي. لم يهدأ بعد السجال حول الملاكمة الجزائرية إيمان خليف بعدما تنمر عليها وشكك في جنسها سياسيون ومسؤولون غربيون كبار، ليتضح لاحقا أن الزوبعة التي أثيرت حول الرياضية الجزائرية تخفي وراءها أجندات سياسية وتصفية حسابات لا تموت لإيمان بصلة. في حين وصفت اللجنة الأولمبية الدولية الاتهامات الموجهة إليها بأنها خطاب كراهية لا مكان له في الرياضة، انتقدت الملاكمة الجزائرية من وصفتهم بأعداء النجاح والذين شككوا في هويتها الجنسية. أهليتي تسمح لي بالمشاركة، أنا أنثى ككل البنات، ولدت أنثى وعشت أنثى ودرست أنثى ومارست الرياضة كأنثى، هذا الشيء لا شك فيه. أكيد هنالك أعداء النجاح، أنا أسميهم أعداء النجاح لأنه كما يكونش أعداء النجاح تكون طعم الفوز ما يكونش عنده ذوق خاص، ولكن كيكونوا أعداء النجاح يكون الفوز بذو طعم خاص. شكرا لك. على رأس المشككين إضافة إلى ترامب وإيلون ماسك رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي كانت اعتبرت أن خليف تمتلك هرمونات ذكورية عالية. في الواقع مع مستويات هرمون التستوستيرون الموجودة في دماء الرياضية الجزائرية، المنافسة لا تبدو عادلة منذ البداية. أعتقد أنه لا ينبغي السماح للرياضيين ذوي الخصائص الجينية الذكورية بالمنافسة في المسابقات النسائية، وليس بسبب رغبة المرأة في التمييز ضد أي شخص، ولكن لحماية حق الرياضيات في القدرة على المنافسة على قدم المساواة.